مثلا ايه بياخد معانا 3 ساعات بنرص الباص حتت اجساد بتاعه العربيات بنروح حاطينها الفرن ده بيشد دنيا بنروح حاطينها الفرن بياخد معانا ساعتين وساعه مثلا صب يبقى كده 3 ساعات في السبكه دي الدنيا طبعا بنصبها كده بنطلع التراب حضرتك التراب اللي طالع منها ده ايه الوساخه اللي طالعه ايه من الالمونيا والكلام ده ونروح صابين ويقع القلب حضرتك زي ده كده. ايه بيتخلع على طول يعني هو بيصب وقلنا ايه بيتخلع من وراها يعني ما بياخدش وقت ساعة ولا الكلام ده، لا ده على طول بنخلعه ايه بنخلع بالعجلة كده على طول. تضرب بس. بس يعني ممكن ايه حتة مقفولة تضرب بس ما فيش حاجة. بقالك قد ايه شغال في المهنة؟ بقالي حوالي 25 سنة. المشاكل. بعد ما بتخلص بقى بتوضوها فين؟ دي بقى ممكن مثلا ايه في جماعة بتوع الحلل بيعملوا الحلل الحاجات دي بياخدوها وفي ناس مثلا اللي بيعملوا الكشة بتاع البوتاجاز دي برضه الشركات بتاخدها زي الفرش والحاجات دي. رمضان شغال في مسبك ألمونيا طبعا تسريح الألمونيا دي ألمونيا بتاعت عربيات مكن ووش السلندر والبساتين والحاجات دي طبعا احنا بنسيحها بنعملها أول زي حضرتك زي دي كده.